فيما يخص الإجابة على هذا السؤال، سوف أركز على 3 نقاط. النقطة الأولى، وصول الطفل إلى مرحلة البلوغ بسلام وبكامل مهاراته الاجتماعية والسلوكية والأكاديمية. لذلك الدواء يساعد على الاستفادة الكاملة من قدرات الطفل الذهنية مع القدرة على التركيز العالية، ويرتب أفكاره ويرتب حضوره الذهني في كل الأنشطة، بحيث أنه يصل إلى هذه المرحلة وهو بكامل الفاعلية. فلو استمر الطفل إلى هذه المرحلة من غير الدواء، ممكن يصل إليها ولكن بمعاناة، بإمكانيات أقل، بجهد مضاعف وبمساعدة دائمة في خلال سن البلوغ. الأمر الآخر، بعض الأمراض كالاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تبقى بعض الأعراض إلى فترة المراهقة والبلوغ، ولا يعني بذلك أنه استخدام الدواء أو الحاجة للدواء لهذه الفترة الطويلة أنه يرتبط بالإدمان. الإدمان مرض مستقل له صفاته وأعراضه، ويشخص تشخيص كامل من قبل المختصين. النقطة الأخيرة، من حرص الأهل الدائم على الحصول على المعلومة، يقومون بالحصول عليها من مصادر غير موثوقة، لذلك يتم سؤال الأقارب، سؤال غير المختصين، وهنا يقع النصح الغير ناضج، بحيث أنه تعتمد على تجارب الآخرين وما إلى ذلك.